الوضعية ديالي وليدي هنايا عندي جوج ولاد، عندي بنت وولد تيقرا، كان لي في الإصلاحية خرج من الإصلاحية، عطاه الملك الباك راه برك تنشد معاه خاطر تبلا لي في الإصلاحية. الدرية هي تيا كذلك، بقيت خرجت من المدرسة بقيت الفرنك اللي لقيت تنعطيه ليها باش تقرا بالفلوس، ما شدتش الباك، يلا شد واحد الخديمة ما تتعطيني حتى فرنك، يلا تقد براسك تنقول ما كاين، بس بقى بنت ما خاصني باش يمشي يضحك هذا شي واحد نقول له عقد حاجة وتطلع يلا يلا خدمت ما دارش لها حتى الوراق، اللهم هكا كتبر. وانا وليدي ها انت تشوف لا كابينة لا ما لا ضو، ملصقة هكا حتى العوينات سدهم علينا، ما كاين ما نقول لك وليدي اللهم لك الحمد، ها حنايا تنتكركبوا. انا وليدي انا زايدة في الزنقة 20 حدا دار القاضي بن دريس هنايا مقاطعة ديال البياضة، ودابا انا هنا ما انا وليدات كنت نخيط ما بقاش عندي العينين. ايوا جا مع هاد الوليدات انا عايشه مع باهم ميت، ما كاينش لا شيء، ما كان لا عرفنا ولا لا سوى الله. وانا صابره وليدي في هاد الحال مثلا قدا فاتحه المعده، مره راه عندي عمر حجر عندي الفضق هنا، ولي قال لك لا تقول لي وليدي انا مسايره باش ما عطل الله تنزيد في حالاتي. ايوا سيدي كانوا عطاونا شويه ديال الدعم الله يخلف عليهم ويخلف على سيدنا، ودابا وليدي هنا انا زايده هنا وكلشي تنقولها شي نهار نتلاقى بسيدنا يشوفني، راه عطي لولدي نيت الباك في الاصلاحيه 2011. وليدي هادشي اللي عطى الله خدام وليدي تنكاردي هنايا. ايوا اش غنقول لك اللي عطاشي الله عطاه الاخر تو، حنا الله ينفعنا وما حتى حاجه ما تضيع عليهم عند الله، هادشي ما نقول لك وليدي. اخر كلمه اللي كنطلب الله وبالدوله وبالمالك الله يطول عمره ويعطيه صحيحته ويعطيه ويخليه الوليدات ويخليه لينا ويخليه للامه كلها، هو يشوف من حال المراه الهجاله وكبيره يعطيها فين تسكن وهذاك الشيء، ووليداتها يتامه لا شيء. هادشي تنطلبوا لله الملك يشوف فينا، وما اللي عطى شي حاجه وليدي حنا الله ينفعنا وما حتى حاجه ما تضيع عليهم عند الله.